شاركت منتخبات لها وزنها في القارة الآسيوية، منتخب قطر والعراق وإيران. يتأهل الفائز من كل مواجهة للمباراة النهائية. وهنا انطلاقة خطيرة داخل منطقة الجزاء، وأول الأهداف، أول الأهداف لمصلحة المنتخب الإيراني. تمريرة جميلة كانت في الأمام، ونجح من خلالها هنا سيردار أجب نادي روما بإحراز أول الأهداف. هدف يأتي في الدقيقة السادسة هنا لمصلحة المنتخب الإيراني. سنشاهد الهدف بالإعادة. هدف أول لمصلحة المنتخب الإيراني، ضرب بها الخط الدفاعي كاملا هنا لاعب المنتخب الإيراني جان باخشان. سنشاهد الهدف بالإعادة. شاهد هنا إعادة الكرة، هناك موقف تسلل أم لا؟ سنشاهد الإعادة، ليس من هذه الزاوية. هنا صاحب الهدف سيردار نجم نادي روما يحرز أول أهداف اللقاء. تمريرة جميلة كانت، قطع الكرة كان وعادت هنا. تمريرة كانت من مهدي تيربي باتجاه سيردار، وينجح سيردار بإحراز أول الأهداف لمصلحة المنتخب الإيراني. هدف مقابل لا شيء. هنا طالب لاعبين منتخبنا، الحكم رايب احتساب التسلل، ولكن الحكم لم يرفع الراية، وبالتالي هدف أول لمصلحة المنتخب الإيراني.